اسمي هاجر ملوك، كنقرا بالسادس ابتدائي. كنشكر الاستاذ عبد اللطيف لانه اليوم عطاني الشهاده والصمته، وان شاء الله لقدام غادي نحصل على الصمته البرتقاليه. وفرحانه بزاف اليوم حيتاش حصلت على الشهاده. والرياضه راه مفيده للجسم وكتقوي الجسم وكتخليك تدافع على راسك. اليوم جيت كمقدمه لحفل تغيير الحزام المنظم من طرف الجمعيه الرياضيه شباب التامري. كان الحفل على ما يرام، واحتفاء واعترافا بالمجهودات ديال الابطال ومع الكوتش ديالهم، ونتمنى لهم التوفيق. الهدف ديالنا هو نكونوا شباب رياضي في منطقة التمري. كانت التمري ما فيهاش النوادي، دابا مؤخرا الحمد لله كاين نادي الموسيقى، كاين نادي التيكواندو، دابا كاين نادي الكيك بوكسينغ والفول كونتاكت. هذا هو الحفل الجمعية شباب التمري. وكنشكر جمعية المجد اللي تعاونت معايا باش دوزت الامتحان الدراري ديالي، وكنشكر جامعة التمري اللي تعاونت معايا عطاتني هذا المقر هذا باش كنترينيو فيه. كنشكر رئيس الجامعة مولاي حسن، كنشكر بزاف هو اللي كيتعاون معايا.